Please watch your luggages. Hold the handrail. Mind your steps. Your attention, please. هاي. بلد عربي جديد بينضم لموسمنا الحالي من The Traveler مع زياد، وحلقتنا اليوم من الدوحة قطر. انطلاقتنا كانت من كتارا كولتشرال فيليج. نشأت فكرة كتارا لتكون قطر منارة ثقافة من خلال المسرح والأدب والفنون والموسيقى والمؤتمرات والمعارض. تم افتتاح كتارا بال 2010 خلال مهرجان دوحة ترايبيكا فيلم فاستيفال. عندكن بقطارة مدرج مفتوح ودار أوبرا وسينما وقاعة مؤتمرات ومتحف ومتاجر ومطاعم. على سيرة المطاعم، زرنا أول مطعم إلنا بالدوحة وهو بيت التلة، مطعم لبناني على التلة بيطل على كتارا ومعمر بشكل طبيعي ليبين كأنه بيت لبناني. قعدته بالداخل وبالخارج كتير حلوة، وكمان عنده بيت مونة إذا حبيتوا تشتروا أشياء من عنده. النكست ستوب كانت متحف قطر الوطني لنستكشف هالمبنى الرائع اللي صممه الارشيتكت جون نوفيل. تم افتتاح المتحف بال 2019 ليحل محل المبنى القديم اللي افتتح بالعام 1975، وبيضم موقع المتحف قصر الشيخ عبد الله بن جاسم الثاني. الجولة بالمتحف بتبدأ من المعارض حول التاريخ الطبيعي للصحراء والخليج العربي، وبتكفي عن المصنوعات اليدوية من الثقافة البدوية، لننتقل للمعارض التاريخية عن الحروب القبلية وإنشاء الدولة القطرية، وأخيراً اكتشاف النفط. بتتقدم هالمعارض بطريقة سمعية بصرية، وبتشمل القطع الأثرية والعناصر المعمارية والتراثية،
والمنسوجات والأزياء والمجوهرات والفنون الزخرفية والكتب والوثائق التاريخية اللي بتجسد الاحتفال بثقافة وتقاليد وتراث ومستقبل قطر وشعبه. من الناشونال ميوزيوم اوف قطر مننتقل لسوق واقف. هو السوق بالدوحة ببيع الملابس التقليدية والتوابل والحرف اليدوية وكثير غيرهم. كمان انه معروف بالمطاعم ومحلات الشيشة. المبنى الاصلي بعود تاريخ بنائه للقرن العشرين وتم ترميمه سنة 2006 ويعتبر سوق واقف من المعالم السياحية المهمة بالدوحة. فيكن تكفوا مشي لمشيرب، هي منطقة مختلفة تماماً عن سوق واقف. مودرن، متطورة، أركيتكتشر المباني كمان كتير مختلفة، مع المساجد البيضة اللماعة. عندكن لوكجيري هوتيلز، انترناشنال ريستورانتس، وأكيد عندكن شوبينج سنترز. بس نحن برمتنا كانت على متحف المشيرب الأربعة، بيت بن جلمود، بيت الشركة، بيت محمد بن جاسم، وبيت الرضوان. لازم تزوروا هالبيوت وتتعرفوا على تاريخهم وقصصهم المختلفة، لأنه عن جد كتير حلوين وعندهم قصص كتير حلوة. متحف تاني حبينا نزوره بالدوحة وهو متحف الفن الإسلامي، بس للأسف طلع مسكر
واندر رينوفيشن، بس ما تزعلوا لانه بجانبه عندكم معرض متاحف قطر، وهو عباره عن مساحه عرض مؤقته تستضيف ارتست ومشاريع، وعلى حظنا الحلو كان في معرض لجيف كونز. من بعد زيارة قطر ميوزيومز فيكن تتمشوا بميا بارك وتستمتعوا بالأوتدور على الواجهة البحرية، وتقعدوا على التلال الخضراء الصغيرة، أو تقعدوا بشي قهوة وتتفرجوا على المي وعلى الدوحة سكايلاين. وإذا بتحبوا اللو رايز بيلدينجز والرومانس، ما إلكن غير تزوروا قطر فيرجن أوف ميني فينيس، قناة كارتيير بتجمع سحر فينيس مع الذوق العربي بخلطة ألوان مميزة، قنوات مي تربط المنطقة ببعضها. واللي بحب المشي أصلاً لتبرموا بقناة كارتيير مزبوط، ما عندكم تشويس تاني، يعني لازم تنزلوا تتمشوا وتستمتعوا بالمطاعم والكافيز الموجودة، وفيكن تعملوا شوبينج وترتاحوا بشي بيتزا من الموجودين وتحسوا حالكم كأنكم مسافرين على بلد تاني. هلا باك تو دوحة، وخلينا نروح بالسيارة مشوار صغير ونتعرف على قطر إديوكيشن سنتر. المدينة التعليمية هي مشروع بمنطقة الريان بقطر، تم تطويرها من قبل مؤسسة قطر، وبتبلغ مساحة المشروع 12 كيلومتر مربع، وبتضم حرم جامعي، صندوق أبحاث ضخم، فندق وملعب جولف ومكتبة قطر الوطنية. صراحة المشروع كله كتير حلو، بس قطر ناشونال لايبراري بتاخد العقل، من الضروري زيارتها.
من بعد المكتبة ختمنا زيارتنا للمنطقة بالمتحف العربي للفن الحديث. المتحف بيقدم وبيدعم الإبداع والفن الحديث والمعاصر وبيعزز الحوار وبيشجع الأفكار الجديدة. وهيك منكون وصلنا لختام برمتنا بالدوحة بتمشية على البيرل وتحديداً على بورتو أريبيوم. عندكم اندور واوتدور اريا على المي وبتلاقوا مجموعة واسعة من المحلات التياب والمطاعم والكوفي شوبس، وكمان عندكم فندق ومنتجع. هيك منكون تعرفنا على الدوحة وصار الوقت لنروح على القسم الثاني من The Traveler ونتعرف على ضيفنا العربي من هالبلد. خليكن معنا.